خدوه محل الأدب لحد السم ما يطلع من جسمه وياخد من ده تاني، وعصروا له 20 كوباية بصل. مساعد، روح تجيب عيسى الهواري، عاوزه قدامي دلوقتي، ترجع جابر مطرح، لو شيخ اسماعيل مراجش موته. هاتي يا فضة. خدي يا ورد اليمن، اشربي مية الورد. زينة زينة لإيه؟ لكذا حاجة. خلي الواد ريحته تطلع ورد يا ورد اليمن. واللفة دي فيها إيه؟ من قبل ما افتحها اقول لك فيها ايه. اللفه دي فيها هريسه. كلتها زمان. يوه، وانا ياما كلتها. كان همام يخش يقول لي مالك يا صلحه، اقول له نفسي رايحه للهريسه يا همام، يشيع 10 عبيد يروحوا يجيبوا الهريسه ويجوا. يجيبوها من فين؟ من عند واحد اسمه زادان في جرجه، بس مات. وعشر عبيد ليه ان شاء الله؟ كنت اعتقلي كاملة. لا، مش مع بعض، كل شوية يبعت واحد يستعجل اللي قبله. اشربي اشربي. مش عارفة بطني تعبتني ليه. مالك عينك غربت ليه؟ هتموتي يا حزينة؟ مطرش اسم الله عليكي، ما انتي هتشربي زي البهيمة اللي هيذبحوها ليه؟ مش مصدقان يا ورد اليمن انهم كانوا 10 عبيد؟ طب والله ان انا شايلاها، مش هتدوقي منها حاجه خالص. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك. يا فضه فضه، خدي اديها ميه ورد تاني زينه للحبله. مش عاوزه كفايه، شلفت كتير. ليه؟ ده انا احبها قوي. كان همام يشيع يجيبها لي مخصوص يا ورد. يا بطني. وكان يشيع كم عبد الدور ده. بطني وعدت مجلتي ياكش تموتي. ياه، مراكب تسافر ومراكب ترجع عشان مية الورد الصالحة. عليكي موت. اما كل الهريسة قبل الملكومة ما تطلع. صالحة صالحة، انا هنا يا همام. هتشيل من مية الورد؟ ورد اليمن وجوع هتموت. شيل النيلة دي من يدك. مالك يا ورد اليمن؟ هترمي الوكل من يدي وتجري تقول لها مالك يا ورد اليمن؟ فيها يا همام؟ مالها راكبها عفريت؟ حسب ايه؟ قولي لي فيك ايه؟ بطني كانت هتموت. اشمعنى هي؟ ما كلنا شربنا وتردينا منها، ملهوف عليها ليه؟ يعني ما حدش جراله حاجة؟ ادينا زي العفاريت. فيها ايه الهريسة والمية؟ مالك يا همام؟ فيها يا سم، اخوك كان هيروح فيها. جامع مات ثم ربنا ستر. فهمت يا متجلعة؟ اخوي اسماعيل نساني عنده دلوقتي. تعالي هنا. عارفة لو حسك طلع هجيب خبرك. اقطع النفس يا مرة. يبقى مات اسماعيل. عادش، وقلت لك حسك ما يطلعش برا الباب. يا شيخ حرام عليك، موتني من الخوف. الحمد لله، يعني قضاك ما يبقاش غير على يدي يا عز الناس. فداك يا شيخ العرب. فدا مين؟ ما انا اللي كنت المقصود. وعيسى يجيب لك حاجه مسمومه ليه؟ والله لو هو لموته بيدي. لا، عيسى مرسال، بس مرسال السم. مرسال السم يضوقه. ضوقته له من غير موت، مشيته مره من غير لا دقن ولا شنب. مش كفايه، ومين اللي شايعه؟ علي بيه. مش قلت لك اللي ما لهوش يبقى عليه؟ ما صدقتنيش. لما ربنا تقومني بالسلامه هردها لهم على كيفك. كل بأوان واسمعين. المهم روح فدت روح. واللي كنت عاوز تموته ربنا جعله سبب في الشفاء. والله
لو حياني من الموت ألف مرة برضو ما سمحوش يا همام. حق برضو كسر رقبته. بيبقى قلبك قاسي قوي كده ليه؟ ربنا وحده هو اللي شفاني. أنا مرضاش بالظلم يا ولد عمي. خلاص تنقطع رجله ويده. رحمة حلوة اسمعين، وأنا هودك كثير. خلاص يتقطع لسانه ويترمي للكلاب عشان ما يجيب السيرة بيتي. ماشي اسمعين، بص لو سمعته قال اسم بيتك ولو بالصدفة حتى، يعني مثلا يقول الليلة ليلة كذا، هقطع لسانه. بس الراجل اللي نجد والد عمي هيفضل عندي. أجيب لك فريسة. أخوي عمل إيه يا همام؟ أحسن الحمد لله، فاق وفتح عينيه. لو لي خطر عندك أنزل أشوف. عجب عيادتك أنزل أشوف. انزلي مع نور الصباح وما تطوليش، وبعد شوية بطلع. إن شاء الله يخليك. يلا يا نور. عاملة إيه دلوقتي يا ولد اليمن؟ الحمد لله بخير. أيوة اقعدوا مع بعض، بس عينك على درويش يا ولد اليمن، عينك على الواد يا أختي. انا بداوي غيري وانا ان وعنيكي داقي ودوايا، للي داوي الجرح بيحن ولا طب نافع يا عيني. ولا طب نافع معايا. اسم الله عليك يا عز الله. قدر ولطف يا بنت ابويا، قدر ولطف. انا عشقت نجمة علالي سمع ابن المركوب. مين اللي عينه واحدة؟ وقاعد فين؟ قاعد فوق قلبي يا صلحة، وحس وجعني قوي. عشان يا حد يسكته ويموته خالص، بس انت روق. روق عشاني وعشان عيالك. أنا روقت خلاص لما شفتك. اطلع أنت لجوزك يستعوقك. لا ما هسيبكش لحد ما تنام. ارتاح ارتاح يا أخوي. ياللي قتلني جلك يوم تسمع أنين ونواحي، لا هنيلي لقمة ولا نوم، ضاقت عليا يا عيني. ضاقت عليا النواحي. قالوا قال العشق جنة، أنا قلت جنة منين؟ الدم فاكرينه حنة، ما تبص في عيني عيني. ما تبص في عيني زين. يا ساكنين العلا ما وصل لكم شي الشوق، ولا القتيل في الخلا ما بيتسمعش يا عيني. ما بيتسمعش فوق.